صباح الخير مشاهدينا لليوم الثلاثاء 13/12/2016. ما بعرف إذا اللي على الآن على الطريق نهاره سعيد ولا لا، بس بكل الأحوال نهار سعيد بنتمنى لكم في هذا النهار الممطر. الناس على الآن بسيارتها تقريبا، مداخل العاصمة تحولت لباركينج كبير العاصمة بيروت. ما عرقلنا هو نفسه معرقل الحكومة وزارة الأشغال، الأشغال التي جعلت من طرقاتنا نموذجية وليس برك عائمة، الأشغال التي أخرت تشكيل الحكومة وحبست اللبنانيين اليوم في طرقاتهم وحولت كما أشرت الطرقات إلى باركينج كبير. كل الناس اليوم عالقة في سياراتها، وإن أصرت غرفة التحكم المروري على أن السير طبيعي ودون عوائق، ولكن الوضع على الأرض يظهر عكس ذلك. يبدو أن الأمطار قد حالت دون رؤية غرفة التحكم المروري بشكل جيد لحال الطرقات، الطرقات تقريبا مقفلة تماما. هم أشاروا إلى أن هناك زحمة سير ولكن دون عوائق، ولكن فعليا على الأرض الطرقات متوقفة تماما، ليس هناك من حركة على القليلة من أوتوستراد الحزمية إلى الفورم دو بيروت إلى نهر الموت إلى وسط جونية، في طرقات مسكرة بالمطلق ومصرين حركة التحكم المروري أنه دون عوائق، هكذا أشاروا على تويتر. على كل حال قبل ما بلش حلقتي، وعلى فكرة ضيفي كمان الصحافي والكاتب السياسي غسان جواد أيضا على الآن بعجقة سير ودليل إضافي على أنه طرقات يمكن دون عوائق بحسب التحكم المروري، رح انتقل إلى مشاهد الطرقات اليوم على القليل للكاميرات اللي هي متوفرة لدى المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI لنشوف سوا وين الطرقات الواقفة. عند جونية هون مبدئيا فاتح السير، ولكن الزحمة قبل بتكون واقف السير عم يتحرك شوي شوي. على فكرة الداخلين يعني من يريد الدخول إلى بيروت من نهر من فعليا من كازينو لبنان، رح نقول له أنه رح يعلق بباركينج كبير، لأنه هيك السير وصولا إلى البيروت، عنده مشروع ساعات في الدخول إلى بيروت واقف السير. على المقرب الآخر الخروج من بيروت عند ملعب الرئيس فؤاد الشهاب، هون مش السير ولكن قبله بشوي عند دار المعلمين والمعلمات متوقف تماما. هيدا المشهد على الدورة فعليا هلأ فتحت، أنا من شوي كنت قاطع، كان السير متوقف وصولا إلى نهر الموت. على المقلب الآخر الدخول إلى بيروت كما أشرت واقف، بتتحرك شوي بترجع بتوقف، أما الخروج هلأ اتحرك السير بعد الساعة 10. فعليا الناس من 8 الصبح كانت علقانة بسيارتها. هيدي الطريق هون سالكة ما في عجقة، ولكن الزحمة الحقيقية كانت من مستديرة الصياد وصولا إلى الدورة. هيدي الطريق اللي هي مقابلة للتحكم المروري، من أراد سلوك طريق الصياد وصولا إلى نهر الموت كان عم يعلق بعجقة متوقفة تماما قدام غرفة التحكم المروري على الاتجاهين، يعني مدخل بيروت الشمالي. هيدا مشهد يمكن مصرين غرفة التحكم أنه دون عوائق. إذا عند تقاطع ساسين كمان عجقة سير واضحة على الإشارات. في الحمراء الطريق سالكة، يلي بده يهرب يروح على الحمراء يا شباب. طريق المطار شوي صعب الصورة، في تغبيش، مسكر السير مبين بس مش واضحة الكاميرا. يبدو أنه كاميرات التحكم المروري مثل صاير فيهم. على كل حال نرجع لحلقتنا بانتظار وصول ضيفي الصحفي والكاتب السياسي غسان جواد. مبدئيا في حراك سياسي مثل الحراك على الأرض، ما بعرف إذا علقانة الحكومة مثل ما علقت العالم اليوم بسياراتها بسبب وزارة الأشغال. رح نعرف أكثر ماذا في تطورات الحكومة، ماذا في تطورات الملف السياسي في الداخل اللبناني ما بعد الحكومة، في اتصال هاتفي مع عضو كتلة التحرير والتنمية النائب دكتور قاسم هاشم. دكتور قاسم صباح الخير. صباح الخير لكم المشاهدين الكرام. دكتور قاسم، بالأمس شهد الموضوع انفراج على الملف الحكومي أو حديث عن انفراج، فهل فعلا نحن متجهون إلى تشكيل حكومة خلال الساعات المقبلة؟ هل من معطيات جديدة لديكم؟ طبعا بالأمس تحركت الأجواء إيجابية باتجاه الحكومة المنتظرة، وبدأت خطوات معينة باتجاه حلحلة كل العقد المرتبطة بعد أن تم
حل وفكفكه العقد الاساسي وعقده الاشغال لحلت ازمه الحكومه على عكس السير يمكن مثل عم تتفضل اليوم. فبالتاكيد لا الاجواء ايجابيه ومنسوب التفاؤل كبير مرتفع من الامس. طبعا بحاجه الى استكمال الخطوه مع كل الفرقاء لإظهار الصورة النهائية للحكومة بعد أن يتم تذليل بعض الأمور المرتبطة بالسلسلة المتكاملة، لأنه موضوع الحكومة هي كالسلسلة. شو في بعد عقد غير موضوع الأشغال؟ شو ممكن يكون في بعد عقد غير موضوع الأشغال؟ طبعا في أمر دكتور الرئيس المكلف والوعود اللي كانت طبعا مطروحة على الفرقاء الآخرين في الحقائب يمكن في كلام اليوم عن تدوير بعض الحقائب يتعلق التربية والصحة والعدل. بعتقد أنه هذا ما يتم العمل عليه اليوم على أمل طبعا الانتهاء من كل ما يتعلق بموضوع هذه العقد المرتبطة أو السنوية لنقول، لأنه الأساس قد تم تجاوزه وتعاطي إيجابية معه من خلال مبادرة الرئيس نبيل بري اللي طبعا قدم كل ما لديه وعليه لتسهيل ولادة الحكومة. الرئيس بري أصبح واضح طبعا أنه الرئيس بري أوفى بوعده بأن قدم كل التسهيلات والمساعدة لإنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت. طيب الرئيس بري تنازل عن الأشغال، هلا المالية باقية مع الرئيس بري، ولكن هذا موضوع آخر. في 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 مطالبات أخرى، يعني في تحديد للحقيبة الأخرى بدل الأشغال، أم مش رح يكون عقد الرئيس بري في هذا؟ أبدا لن يكون. هذه المساعدة والتسهيلات اللي قدمها الرئيس بري مستمر فيها ولم يضع أي عقدة في طريق تشكيل الحكومة، على العكس من ذلك هو سهل وأزال العقد من أمام تشكيل الحكومة ولم يتوقف عند نوعية الحقائب. وطبعا اليوم يتم التعاطي مع الآخرين بموضوع الحقائب ليتم استنتاج الآراء، وهناك طبعا أكثر من فكرة ورؤية قد تطرح بموضوع الحقائب الأخرى ولا مشكل في ذلك. نعم. طيب دكتور قاسم، بعد عندي سؤال قبل ما انتقل الى استاذ ملحم رياشي ايضا في اتصال هاتفي. بعد عندي سؤال سريع، ما بعد الحكومه اذا سلكت امور الحكومه براي حضرتك انه منسوب التفاؤل مرتفع جدا، ما بعد هذه الحكومه رح نشهد انفراج بالبلد على اكثر من صعيد، رايحين على قانون انتخاب او بالاحرى تحديدا رايحين على انتخابات، رايحين على كل هذه التفاصيل؟ بالتأكيد أهم وظيفة وأهم مهمة لدى هذه الحكومة هو إنجاز مشروع قانون للانتخابات، وهذا ما يجب العمل عليه بشكل سريع، وهذا من أولى أولويات ومهمات الحكومة العتيدة. وأعتقد أنه الكل مجمع ضرورة الوصول إلى قانون الانتخابات والإجراء الانتخابات والإصرار أكثر على إجراء الانتخابات في مواعيدها دون أي تمديد تحت أي مبرر أو ذريعة كانت. نعم. أبدا. وبالتأكيد الانتخابات ستجري، وطبعا هنالك مهمة أمام الحكومة أخرى هو موضوع الموازنة، فلا يجوز طبعا استمرار انتظار انتخابات نيابية جديدة لإنجاز قانون الموازنة العمومية بعد 11 سنة من الانقطاع، حالة الاختراء والفوضى اللي عم نعيشها على المستوى الواقع المالي بدون موازنة. شكرا لك النائب قاسم هاشم على هذه المداخلة. أنتقل من دكتور قاسم إلى المسؤول السابق أو بالأحرى مسؤول جهاز رئيس جهاز الإعلام والتواصل السابق في القوات اللبنانية والوزير المكلف حقيبة الإعلام أستاذ ملحم رياشي. صباح الخير. شو قوي جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية؟ نعم، شفت شو قوي جهاز الاعلام والتواصل بالقوات اللبنانيه؟ طبيعي ما عندي شك، بدنا نشوف هلا القوه بالوزاره الوزير المكلف حقيبه الاعلام بانتظار تثبيته.
بكير بكير بعد بكير ما تقول فول تيسير الفول بالمكيول. ليه بكير؟ بكير لأنه لقاءات امبارح بيصير يعني في الوزراء. امبارح حضرتك كنت موفد إلى بيت الوسط، فيما بعد انتقل دكتور غطاس خوري معك إلى معراب وقال ما بتطلع الحكومة إلا برضا الحكيم، وين وصلنا بالمشاورات؟ والله المشاورات امبارح كانت ممتازة وإيجابية جدا، وبتعرف إنه الحكيم يعني يسعى بكل قواه لتسهيل مهمة الرئيس المكلف ومهمة رئيس الجمهورية، لأنه مثل ما الرئيس المكلف كمان نعتبره حليفنا وحليف استراتيجي للقوات اللبنانية، كذلك العهد هو حليف القوات اللبنانية، لذلك نحن قلنا مصلحة كتير كبيرة بتسهيل هالمهمة، ونحن جزء من قضيتنا كمان تسهيل أكثر ما هي مصلحة. والأمور تقدمت بشكل كبير يعني، بس كان في بعض هيك إذا بدك استياء بالشكل عن الطريقة اللي صار فيها التعاطي مع الرئيسين، رئيس جمهورية ورئيس المكلف، يعني بموضوع وزارة الأشغال بالأسلوب يعني، بس بالأداء بالأسلوب بالشكل يعني، أنه نحن ما متوقف عند حقيبة من هون أو حقيبة من هونيك. سمير جعجع تنازع عن رئاسة الجمهورية يعني، واللي قدمه باعتقاله وبحبسه للبنان ما لا يوازي ولا يقارن يعني بأي شكل من الأشكال بما يتم التداول فيه اليوم. بس في استياء من طريقة التعاطي مع فخامة الرئيس. تم تبديد هذا الاستياء يعني، هيدي النقطة بس توقفنا عندها، ونحن حتى ما في ولا أي يعني أي سوء تفاهم إذا بدك بالمعنى العميق للكلمة مع حدا. طيب بدل الأشغال بماذا تقبل القوات اللبنانية؟ مش رح قلك بماذا على ماذا وافقت، لأنه أنت قلت ما تقول فول ليصير بالمكيول. بماذا تقبل بدل الأشغال؟ شوف في حقائب موازية للأشغال إذا بدي فوت بالعملي، موازي بمعنى الحجم. ممكن كتير يعني تكون مثلا حقيبة الصحة أو ما يعادلها يعني، اللي هي بتعادل وزارة الأشغال، ممكن تكون من نصيب القوات اللبنانية بهذه الحكومة، بس المقاربة ما بتتم بهالإطار. مقاربة تتم في خدمة المواطن اللبناني وخدمة مصالح اللبنانيين، مش بالحقيبة. الحقيبة لا هي ملك القوات اللبنانية ولا هي ملك الرئيس بري ولا ملك اي حزب او اي حدا، هيدي ملك الشعب اللبناني. والاخير اللي بده يجي على الحكومه سياتي لخدمه الشعب اللبناني وخدمه لبنان، مش لا يخدم نفسه يعني. طيب تخطت المفاوضات او المشاورات لتشكيل هذه الحكومه مرحله ما أشيع في المرحلة السابقة عن حجم القوات اللبنانية، يعني اليوم خلص تخطينا هذه المرحلة، القوات حجمها صار معروف داخل هذه الحكومة المرتقبة، واللعب صار على الحقائب. هلا حجم القوات يعني مش رح تحددوا حقيبة، لا أنا عم بحكي بالتمثيل داخل الحكومة، مش بالحجم لا الشعبي ولا السياسي ولا هيدا التفصيل. فهمت عليك يعني إلى حد ما، أنه إلى حد ما قريب سيكون من حجم القوات، لأنه القوات تقدم تنازلات لأجل تسهيل مهمة العهد يعني، ولكن إلى حد ما ستكون الحصة مرضية إذا بدك الحد الأدنى من طموحاتنا يعني. القواتيين رح يكونوا راضيين، والمسيحيين رح يكونوا راضيين، واللبنانيين رح يكونوا راضيين، لأنه مشاركة القوات هي مشاركة ستكون صادمة للفساد وللفاسدين بالحكومة بالبلد يعني، مش بالحكومة بدي أقول، وبذات الوقت ستكون معبرة كمان بيننا وبين الحلفاء عن هذا الحضور. ولكن حجم القوات اللبنانية استاذ مالك بس توقف عند هالنقطة، بمجلس النواب اللي أخذ جدل كتير هو حجم دفتري وكلنا بنعرف هالشي، الحجم الحقيقي للقوات اللبنانية ستحدده الانتخابات النيابية المقبلة، بالأخص إذا كانت على قانون يصحح التمثيل، وسوف ترى ما هي القوات اللبنانية من لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلى البقاع والساحل وإلى الاغتراب. لتثبت القوات اللبنانية هذا القول بالفعل على الأرض، ماذا ستفعل داخل الحكومة لإقرار قانون مثالي؟
قانون مثالي كلمة كبيرة، ستفعل لإقرار قانون يؤمن تصحيح التمثيل بأقصى درجات هذا التصحيح، ويؤمن ويحمي طبيعة الشريك كذلك في الوطن، لأنه بحجم أهمية تصحيح التمثيل، أهمية طبيعة الشريك الذي نصر أن يكون يشبه سعد الحريري. حلو الغزل. هذا القانون سيكون في لبنان عمل وجهد يومي من القوات اللبنانية ومن حلفائها ومن التيارات. وإذا ما نجحنا بإقرار قانون قبل شباط، بأكد لك أنه سننجح. حلو. مبارح كان في اجتماع بمعراب بهذا الموضوع، واللقاء مبارح مع دولة الرئيس المكلف ببيت الوسط كمان تناول هالموضوع، وسننجح بكل قوانا بإقرار قانون يصحح التمثيل ويؤمن الحد الأدنى من العدالة لمن تم إجحافهم في البرلمان السابق وتحديدا القوات اللبنانية. على أمل أنه فعلا نوصل إلى قانون انتخابي جديد. شكرا لك رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية سابقا، و نقولها ولا لا يصير بالمكيول؟ ما بعرف. نقولها تيصير بالمكيول. طيب ماشي. وزير الإعلام لاحقا أستاذ ملحم رياشي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. من أستاذ ملحم إلى الفريق اللي اليوم ماشي مع القوات اللبنانية جنبا إلى جنب سعيا لتشكيل هذه الحكومة، التيار الوطني الحر وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألاعون. أستاذ ألاعون صباح الخير. صباح النور. اليوم بالأمس كان في شوية مؤشرات إيجابية أكثر من العادة، تحدثت بعض المعطيات عن احتمال اليوم أنه يطلع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدة، وأن يضع المسودة الأخيرة بتصرف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. هل هذه المعطيات متوفرة أيضا لديكم؟ أكيد، يعني بعتقد صرنا عقاب قوسين من تشكيل الحكومة وممكن نتوقعها بأي وقت. هلا في اللمسات الأخيرة والمفاوضات الأخيرة يلي بعد عم تصير، إنما العقد الأساسية صارت ورانا. إذن تخطينا العقد الأساسية اللي هي كانت نوعا ما معرق للحكومة، اللي هي كانت عقد التمثيل، المردة، الحقائب، كله تخطيناه. هيدا من مبدأ يعني بالشكل الأساسي، ما قلت بشكل نهائي لأنه بضل في لمسات أخيرة تاخذ وقت وتفاوض، انما اليوم بشكل اساسي هذا الموضوع تم تخطيه، يعني تجاوزنا يعني مسافه كثير كبيره، وبعتقد انه الحكومه صارت فعلا وشيكه مثل ما قلنا منذ يعني من اليوم نحن صرنا بالمراحل الاخيره، بل فيها تكون بالساعات الاخيره. اذا تخطينا هذا الموضوع، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ هناك اقلاع للحكومه، نيل الثقه، واكيد نحن بموازية هالشيء بدأنا ضغط يعني وتحرك وجهود من اجل يعني انتاج قانون انتخابات جديد، ونحن بسباق مع الوقت. هلا عم تبرموا انتم على عم تبرموا على القيادات السياسيه حول هذا الموضوع. بالامس كان في وفد من التيار الوطني الحر عند الوزير محمد الصفدي، عند حزب الله، عند الوزير طلال ارسلان، وفيما بعد في معراب، واليوم الجوله مكمله. هلا وفد يزور النائب سامي الجميل في ما بعرف اذا بالصيفي او ببيت المركزي بالصيفي. يعني هيدي الجوله قد ايه ممكن تفيد فعلا باقرار قانون انتخاب قبل السبت؟ قبل شباط. صراحه اني اشيت جديه اللي عم تصير، ونحن اليوم رح نشوف كل الكتل النيابيه اليوم منا جوله، يعني تحديدا موجهه الى الكتل النيابيه لانه هن هلا المعنيه بانتاج قانون انتخابي جديد. اوكي. ونحن اليوم بصدد يعني استكمال جولتنا، بعد عنا لقاء مع الرئيس الحريري، بكره عنا لقاء مع الوزير الفرنجي النائب وليد جملات، مع الكل عمليا حتى نخلص جولة الكتل. وبكل هالاجتماعات عم بصير في نقاش، وعم يتبين لنا انه هناك ارضية تقريبا. ايه، ما هيدا بدي اساله، في تقدم ملموس؟ يعني في ارضية معينة عم تقدر تقول اكيد عليها. اذا بدك نحكي موضوعيا، اكبر يوم ارضية واسعة اليوم متكونة حول قانون النسبية، يعني حتى النسبية المطلقة، مش بس حتى مشترك مختلط. يعني بقى بس، ولكن بيبقى بعض الكتل اللي عندها تحفظات وعندها هواجس وعندها يمكن رفض اوقات، هيدا اللي بده نجرب من خلال النقاش نجرب نوصل لنتيجه نحن وياهم فيه. وعمليا اليوم اكيد يعني هيدا الجوله الاولى ستستكمل اكيد بلقاءات اخرى بعدين، انما هلا حطينا رجعنا قانون انتخابات كاولويه
كنا بمعزل عن تشكيل الحكومة، وهلا إذا تشكلت الحكومة كمان بتصير ورانا الحكومة أكثر، مما يعني إنه بالمرحلة اللي جاية كل البلد يجب أن يتمحور وكل الجهود السياسية يجب أن تتمحور حول إنتاج قانون انتخابي جديد قبل فوات الأوان. إذا بتوعدوا إنه بإنه عم تشتغلوا لقانون انتخابات قبل قبل شباط، إذا ما صار هيدا الشيء ما بدي أنا هلأ من هلأ يعني استسلم لفرضية إنه ما صار شيء، علما إنه أكيد في احتمال عدم التوافق. بس اليوم في هناك يعني حركة تصاعدية وهناك نقاشات بدها تصير، وبعتقد هناك مؤشرات إيجابية من بعض الكتل اللي كانت رافضة قبل أو متحفظة. نعم. خلينا نشوف إذا هيدي بترتقي إلى حد خروقات على مستوى القانون أو رح نرجع نوقع بذات المشكلة ونضل على القانون. بدي اتشكر مشاركتك معنا عضو تكتل التغيير والإصلاح. شكرا. النائب ألعون، شكرا لك على هذه شكرا. المداخلة. مشاهدينا، وصل الصحفي والكاتب السياسي غسان جواد. بدي أخذ فاصل إعلاني قصير وسيلحق يركب الميكرو، ومن بعده بداية حوار في حلقة اليوم معه حول الحكومة وحلب. عودة لكم مشاهدينا وإلى نهاركم سعيد، وضيفي الصحفي والكاتب السياسي استاذ غسان جواد. أهلا وسهلا فيك استاذ غسان في هذه الحلقة. ما بعرف إذا الفولار مغطي الميكرو عم يطلع الصوت طبيعي. إيه أوكي تمام، لكن أهلا وسهلا فيك استاذ غسان. بعتذر منك ومن المشاهدين، يعني الشعب اللبناني كله على الطريق صح، وما بعرف يعني لا على مين حمل المسؤولية. إذا قلنا القوى الأمنية، القوى الأمنية عم تقول هذا ضغط عادي. الأرجح أنه البنى التحتية بلبنان صار بدها شغل، صار لها من 26 سنة ما انضربت ضربة، وبس تشتي نقطة مي بنغرق. والشعب اللبناني ما بيتحرك عشان هيك أمور للأسف. الشعب اللبناني قال له هلا عم بيسبوا لك الطايفة أو عم بيسبوا لك الزعيم، بينزل بيدبح وبيقتل، بس قال له أنه في خسائر اقتصادية ونفسية وجسدية، هالضغط اللي بعجقة السير ما حدا بده يغير. احنا قدرنا وصلنا، شفت الخط الثاني انت اللي فايت على بيروت، اللي فايت على بيروت باركي مأساة مأساة، في مأساة فعليا على الطريق. فعليا اليوم اللي فايت على بيروت باركينج من كازينو لبنان الى داخل بيروت. تعرف هذه خسائر اقتصادية هلا شي 5 مليون دولار بين مزوت وبنزين واستهلاك وتأخير على العمل ساعتين. هو يعني بعتذر بس هذا اللي صار. عم فكر صير اجي نام هون وقت تكون عندي مع الالبسي. سهلة فيك. وفعليا ايه ساعتين على الطريق من 8 للعشرة وعشرة انا لو وصلت، وانت من 8 وربع للعشرة ونص 11 الا تلت لقدر توصل. اهلا وسهلا فيك مجددا. قلت ببداية الحلقة ما عرقلنا هو الذي عرقل الحكومة، الاشغال بداية الأشغال. خلينا نعيدك بعيد المولد النبوي الشريف، العيد بيقربك. اهلا وسهلا فيك. ما عرقلنا هو الذي عرقل تشكيل هذه الحكومه وزاره الاشغال. اليوم انحلت كانه ايه، يعني واضح انه الرئيس بري خلص، هو من الاساس كان عم بيقول اعطوني التربيه والاشغال وبنحكي فيها. الظاهر رجعت انحلت انه الرئيس بري حياخذ العمل والاشغال الى جانب وزير دولي ووزير مال. العمل الأشغال لسليمان فرنجية، وزارة المال ووزير دولي الرئيس بري، اثنين لحزب الله، واحد يمكن زراعة وواحد إصلاح إداري. تقريبا ما تغيرت من الصناعة على الزراعة عند حزب الله. يعني عم تقول وزارة الدولة يعني رحينا حكومة ثلاثينية لحد هلا في ضغط بهالاتجاه، يعني حتى يتمثل كل الأطراف بما فيهم الحزب القومي. لأنه كان الحديث أنه وصلنا على 24 بحقائب، يعني لنشوف بعد هلا. يعني ما لحقت احكي حدا الصبح، بس امبارح بالليل كل الوقت كنا عم نحكي، كانت الجو انه الاشغال تنعطى للوزير سليمان فرنجي، وبحسب ما حكي شو موقف القوات ما كانوا تبلغوا شيء بالليل. لا بالليل طلع غطاس خوري صحيح، وملحم رياشي كان معنا اتصال. نعم. وزير الاعلام المقبل ملحم رياشي كان معنا اتصال في هذه الحلقه، ببدايه هذه الحلقه قال انه القوات منفتحه، ما كان ما عندها اي مشكله، هي هدف الاساسي تسيير امور هذا العهد وتسهيل تشكيل الحكومه، وبالتالي
رح تقبل، وبحسب ما لمح انه الصحه توازي الاشغال. ايه طبعا يعني الصحه وزاره خدماتيه صحيح، بس اللي بيضحك انه اذا كنا علقانين على وزاره الاشغال يعني كل الشباب مركزين على الزفت، بدهم الزفت قبل ما تجي الانتخابات. خليني اشوف يعني هالطرقات شو فيها وزارة الزفت، خليني اشوف يعني هالزفت بالطرقات قبل ما نشوف الزفت بالوزارة. بدي ارجع للمؤهل الاول فداء ابو ظاهر اللي كان معنا باتصال قبل ما اوصل، كان مع زميلتي ريما عسيف باتصال ببداية نهاركم سعيد، لا يحكينا اكثر عن الطرقات. استاذ فداء مؤهل اول فداء ابو ظاهر، صباح الخير مجددا. يسعد صباحك ويعطيك الف عافية، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. فعليا تركزت اليوم عجقة سير اللي كان مسكر هو من الصياد الى الدورة تقريبا، شو صاير على هيدي الطريق لحتى وقفت العالم بسياراتها؟ نعم استاذ مالك، احيانا على التقاطعات والمسدرات الخطوط بتسكر على بعضها، بتعمل مثل حلقة يعني يعني الخط اللي نازل بيسكر على الخط اللي طالع، فهالشيء هذا بشكل حد عم يقطع الخط، الاتصالات معهم. هيدي الصورة، إذن هيدي الصورة من الطريق من الصياد إلى الدورة، وقفت العالم بسياراتها صباحا، وهلأ الصورة الثانية رح ترجع. أنا هيدا اللي صار معي، هيدا الطريق اللي عرقلتنا كلياتنا على الدورة، عرقلتنا كلياتنا ماشي، عم يقلوا بالدولاب أنجأ. هذه المشاهد إذن من طريق الصياد وصولا إلى الفورم دو بيروت المحاذية لنهر بيروت، ولفت انه هناك غرفة تحكم المرور، يعني قدامهم اذا بطلوا على الشباك بيشوفوا العجقة الشباب. اذا هذه المشاهد يعني تنقل لكم صورة اليوم شو صار بالعالم في الطريق الممتدة من الصياد الى الفورم دو بيروت. بدي ارجع للحكومة لانه عم يقطع التليفون مع المؤهل الاول فداء ابو ظاهر، قطع صباحا تليفون ما قدرنا كملنا وهلا رجع قطع معه. الصحة توازي الأشغال، ويبدو أنه قبلت القوات اللبنانية بالصحة، كان عندها اعتراض وسجلوا بشكل كتير واضح استاذ ملحم رياشي اعتراض القوات اللبنانية على طريقة التعاطي مع رئيس الجمهورية والرئيس مكلف تشكيل الحكومة بإعلان الحقائب. يعني هو بالدستوريا وقانونيا رئيس الحكومة هو اللي بشكل الحكومة مع رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن بحكومات ائتلافية يعني من بين الحكومات الحكومة اللي هلأ عم تتشكل، القوى السياسية في إلى حق الطالب أو تقول أنا ما بدي شارك، يعني تطلع تقول أنه أخذنا حقيبة الأشغال ورح يكون هيدا الأداء. اعتراض على ما قاله سليمان فرنجية بالأمس من عين التينة أنه الرئيس بالرئيس تنازلنا عن حقيبة الأشغال ورح يكون يوسف نينوس، وكأنه نوعا ما صورة مشابهة للي صار مرة بقرابية يوم أعلن الجنرال حقائب 8 أدار قبل ما يطلع يعلن الرئيس سعد الحريري. هلا بدنا نطلع من مناكفات والنكايات وانه انا يعني السياسي منا شخصي، السياسي بالعموم منا موقف شخصي، يعني انا بحب فلان او ما بحب فلان. في بلد بده يمشي وفي معروض على المردة وزارة، بمعزل مين اعلنا وين اعلنا خلص حتمشي وتقطع، بس انا رأيي في أداء سياسي غلط من هنا قبل الانتخابات الرئاسية. من يقوم بهذا الأداء السياسي؟ مجموعة غالبية المرشحين الرئاسيين كانوا عم بيأدوا أداء رئاسي غلط. أنا كنت مع العماد ميشيل عون وبعدني مع العهد ومع العماد ميشيل عون، بس كمان كنت ضد استفراد سليمان فرنجية، ولكن أنه أنا أكون ضد استفراد سليمان فرنجية لا يعني أني موافق على كيف عم بيخرج مواقفه الوزير فرنجية، احيانا ما عم بيكون موفق. يعني امبارح بدل ما نكون عم نأسس لعلاقة جيدة بينه وبين رئيس الجمهورية طلع من بكركي بدل ما يكحلها عماها، يعني مثل ما بيقولوا يمكن خانوا التعبير، بدنا نقطع هذه المسألة، ولكن بالسياسة مش هيك بتنشغل. يعني انه نكايات وانا بدي زرك لجبران بطلع بقول الرئيس بري اعطاني وزارة الأشغال، مش دولة هيدي، هذا مش شغل دولتي ولا شغل رجال دولي، شغل رجال الدولة الفعلي معروف كيف، والرئيس بري أكتر حدا بيعرف كيف هو شغل رجال الدولة، وأنا بعتقد أنه الرئيس بري ما بيقبل يبين أنه هو عم يخترق الدستور وعم بيعين ويسمي وزارات، هو من تخليه على وزارة الأشغال عم بيسهل الحكومة،
ما قصده لا يمرك على باسيل ولا قصده يمرك على القوات. في صورة معينة صارت راكبة فيها الحكومة تقريبا، في معطيات أكتر عندك كيف صارت راكبة هذه الحكومة؟ في واضحة صارت يعني قلت لي أنه حزب الله الزراعة والتنمية الإدارية تيار بياخدوا الطاقة والاتصالات، لا الطاقة ويمكن الاتصالات بتروح خارجية، الاتصالات تروح للمستقبل مع التربية. أوكي. والقوات صحة إعلام ونائب رئيس حكومة ووزير ميشيل فرعون ما بعرف شو الحكومة وزير السياحة رح يبقى بده ياخدها. يعني هن هالوزارات، رئيس الجمهورية له وزارة الدفاع ورئيس الحكومة وزارة الداخلية تقريبا هيك توزعت هيدي بمبدأ الحقائب. أبعد من هيك بتصير شؤون اجتماعية؟ والله ما عندي فكرة. يعني ما حدا قريها لهي الوزارة يعني، مع انه هي وزارة اساسية ومهمة، خاصة شكلة. انه هلأ جزء من المخاطر اللي بتهدد صحيح. لبنان هو الموضوع النازحين والنزوح شكلها ما فيها مصاري كتير، بس فيها مصاري مبلا فيها مساعدات اجنبية، بس بدك يجوا المساعدات يعني بدنا نعرف مجيب. وفيها مشاكل كتير، انا صديق الوزير درباس، في جمعيات وهمية بتاخد من الدولة وفي فساد وفي مأساة ايضا، حاول كتير يعني. يصلح فيها الوزير درباس، بس ما يعني بلبنان ما بيقدر وزير يعمل يكون سوبرمان يعني بلبنان بدها الآلية كلها تتغير، آلية الحكم كلها فاسدة من القاع إلى الرأس ومن الرأس إلى القاع، الآلية لأنه تركب البلد على منطق بصراحة من 92 تحاصص وطوائف وغيرها والحمايات الطائفية والمذهبية تؤدي أنه الفاسد ما يتحاسب. بدي أرجع على المؤهل الأول فداء أبو ظاهر، بس نشوف الطرقات هلأ إذا فكت ولا لا كرمال العالم اللي عم تتحرك. مؤهل ألو، مرحبا مجددا، يعطيك الف عافيه. الطرقات هلا بعدها على واقعها بالصوره عندكم، انتم عندكم شوي الصوره اوضح من 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 مطلق حدا موجود على الطريق. نعم زميلك، بهالاثناء هيدي صار وضع السير افضل. اوكي. خصوصا انه خفت حده الامطار. اوكي. طريق الحزميه فكت؟ نعم. ولا بعد عم بيتحسن وضعها، العناصر الموجوده على الارض وعم بياخذوا اجراءاتهم منشان يفكوا هالحلقه اللي كنت بحكي عنها. أوكي. اللي هي سببها تسيير خط النازع وخط الطالع. طيب وموضوع جوني؟ موضوع جوني اتصال جوني بعده ضاغط لحد هلا من مفرق الشنعير حتى الزوق. حتى بيروت؟ حتى لا حتى الزوق. حتى الزوق؟ حتى من الزوق حتى تقريبا نقاش. أوكي. بيضغط عندي من النقاش حتى زلقة، بيرجع بيسحب من الزلقة للصيفي ساحب. ساحب. ومدخل بيروت الشمالي عند الصيفي. مدخل الجنوبي. المدينة الرياضية. مدينة الرياضية بهالأثناء هذه مقبول السير عليها. العجقة الطبيعية يعني، لأنه هو فعليا كل يوم في عجقة بهذيك النقطة. باتجاه وسط بيروت ساحب. ساحب. الخط اللي عندي اللي جاي باتجاه مستديرة الكولا بفيه تعتبر الحركة كثيفة. اوكي. وفعليا في شي طرقات مسكرة بقلب بيروت، بس تنقول للعالم تعرف حاله كيف عم يتحركوا. ما عندي طرقات مسكرة. ما في طرقات عندي مسكرة. حركة كثيفة من جسر الافيات باتجاه سن الفيل على جسر الواطي. هيدي هذا نفس الشيء سببه كمان تكون برك المياه على تحت الجسوره صحيح. وعلى المستديرات. يعني مشكلتنا يعني بالبنى التحتيه، يعني مشكلتنا مثل ما قال ضيفي بالبنى التحتيه مش اكثر، طرقات مش مجهزه أكيد ممكن. شكرا لك المؤهل الأول فداء أبو ظاهر على هذه المعطيات، سنكون معكم خلال هذا النهار في يعني اتباعا في نقل لواقع السير على الأرض، لأنه العالم فعلا بعد على الآن بسيارتها بأكثر من نقطة. إذا مثل ما عم نمشي بموضوع الحكومة يعني فتح السير خلال ماشي. ساعات ماشي الكل يعني عنده مشكل. النقاش رح ينصب حول كيف ستحكم هذه الحكومة وكيف التحالفات ضمنها بقلبها، وأيضا أي قانون انتخاب رح أوصل لقانون الانتخاب. كيف ستحكم هذه الحكومة؟ ما عاد في تلت ضامن واضح. هلا السيد حسن قال الرئيس عون هو تلت ضامن. لا ما عاد في تلت ضامن بقلب الحكومة. التقسيمات الماضية، العماد عون كرئيس للجمهورية يحظى بثقة حزب الله وغالبية أفرقاء 8 أذار،
والرئيس بري والكل مستعدين للتعاون مع العهد. وبالتالي رح نصير بعتقد نشوف استفافات على الملفات وليس على الاستراتيجية، يعني على الملفات الداخلية. أوكي. يعني ممكن التيار الوطن الحر والمستقبل يكونوا بالاقتصاد متقاطعين على ملفات اقتصادية، حزب الله وحركة أمل ما بوافقوا عليها مثلا، أو العكس يعني متقاطعين على ملفات. أما بالاستراتيجية فالضماني هو العماد ميشيل عون، والضماني ما قاله الوزير جبران باسيل بآخر تصريح له حول العلاقة مع حركة أمل والعلاقة مع حزب الله والانفتاح على كل الأطراف اللبنانيين. بس الرئيس بري مصر أنه يمشي بالتوازي في هذه العلاقة مع كل الأطراف إلى جانب سليمان فرنجي. طبعا إلى جانب النائب سليمان فرنجي هو جزء من التحالف. كيف يمكن أن بس عنده وزير، يعني عمليا أنا مش عم بحكي الحضور سياسي مش تصويتي داخل يعني. الحكومة أنا عم بحكي في السياسة اليوم، ما بالنهاية هذه الحكومة نسخة مصغرة عن الواقع السياسي، يوم يتخذ القرار بالسير داخل الحكومة بتكون طبقة سياسية اللي قررت مش وزير اللي قرر. طبعا هاي للأسف هاي مشكلتنا بلبنان، بيقرروا القيادات مش الوزراء في هذه الحكومة. اليوم أن يسير جنبا إلى جنب نبيه بري وسليمان فرنجية، ومعروف أنه العلاقة متوترة بين سليمان فرنجية وميشيل عون، كيف بده يحاول نبيه بري على القليلة مع حفظ الألقاب أنه يبدد هذه العلاقة لانطلاقة جيدة للعهد؟ العهد لليوم بعد ما انطلق، الحماية اللي عم يعملها للتحالف مع الوزير سليمان فرنجي الرئيس بري هي حماية استراتيجية وليست تكتيكية. الرئيس بري يرى بأنه الثنائي اللي أنتجته تفاهم معراب سيؤدي إلى اكتساح القوات والتيار للشارع المسيحي، وبالتالي من باب أولى الحفاظ على حليف وزعيم بحجم سليمان فرنجي. لذلك هو متمسك وخلفه حزب الله بتمثيل وازن للوزير فرنجي. أما بالحكم كيف بكرة الوزير فرنجي علاقته بالعماد ميشيل عون، هيدي منا يعني منا جزء من هواجس الرئيس بري أو الهواجس حزب الله، هيدي جزء من ترتيب الأمور بين سياسيين كانا مرشحين للرئاسة، أحدهما أصبح رئيس جمهورية والطرف الآخر عم بقول أنا بدي صالح بس الشكل، يعني بهمه الشكل. بعتقد غبطة البطرك مبارح حط ايده على الملف وبس يتصالحوا بشكل شخصي بنخلص من يعني بعض الامور اللي عم تترتب على هذا التوتر يعني. وبعتقد انا يعني في تاريخ مثل ما قال وزير فرنجي مبارح بيعاد انتاج هذا التاريخ واحتضان المردة، والمردة ايضا تكون بشكل يعني ايجابي تفاعلها مع التيار، بيمشي الحال ما في مشكل اصلي. المشكل الاصلي ليس بين المردة والتيار، المشكل الاصلي في مكان اخر. وين يعني هو؟ انه بعد يعني ببساطة وصول عماد عون الى السلطة هو دخول عنصر جديد الى رئاسة الى النظام السياسي بيظل وجود عناصر قديمة في النظام. اللي عم نعمله هلأ نحن عم نرجع نعمل شبك أو تآلف بين العناصر القديمة وهذا العنصر الجديد، ما نشوف شو بده يطلع معنا يعني. طبعا حزب الله عم بيكون من خلال كلام سمحت السيد هو ضابط إيقاع الاستقرار بلبنان الآن يعني. إذا ملاحظ حزب الله لا عم يسأل شو هي الحقيبة اللي بده إياها، ولا عم بيفكر أو أنه يعرقل والله ليه ما بتعطوني حقيبة. اثنين سمحت سيد طلع حكي عن ترتيب المناخات واعطى اشارات ايجابية باتجاه كل الافرقاء، ووجه رسائل باتجاه كل الافرقاء انه نحن معنيين نلم البلد، معنيين بالاستقرار بمزيد من الاستقرار، وبالتالي لابد لهذه الحكومة انها تأسس لقانون انتخابي عادل يدخل البلد فعليا على حكومة العهد اللي نحن متأمل انها تحل كل المشاكل على امل ذلك. لانه هلأ في تنصل مسبق من هذه الحكومة، يعني عم ينقال انه هاي مش حكومة العهد. صحيح انه طيب. بعد الانتخابات هي حكومة العهد، هذه حكومة الانتخابات، هاي الحكومة فاذا لازم يكون عندها شغل على القانون الانتخابي. مش رح فينا نطمح انه تحللنا ازماتنا على الطريق انه تحللنا قبل ما نوصل بس على قانون الانتخاب سريعا. قلت حضرتك انه هذه الحكومة او بالاحرى التحالفات داخل الحكومة ستكون على الملف مش على الاستراتيجية. ايه واضح.
ممكن يكون في ملف مفخخ أو متفجر يقدر يعرقل هذه الحكومة، أم أن التوافق اللي سرى مع وصول الجنرال عون إلى قصر بعبدة وما بعده تكليف الرئيس سعد الحريري هذه السرعة وهذه السهولة في التوافقات والتحالفات، فيما بعد عرقلت شوي قصة الحكومة بس بعدنا ضمن المهل اللي ما وصلت لحكومة الرئيس تمام سلام ولا حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولا حكومة الرئيس نجيب مئاتي اللي كانت 6 أشهر وطلوع، بعدنا ما وصلنا لشهر ونص من التكليف. وبالتالي يعني هذه السهولة هذه السرعة ستسري على عمل الحكومة، لن يكون هناك ملفات مفخخة. أنا برأيي تنتيح نقضيها بالمرحلة 6 أشهر تنتيح، يعني لأنه الإشكاليات اللي بيّنت بتشكيل الحكومة بتضمر بداخلها مخاوف وهواجس متبادلة من كل الأفرقاء، وهذه رح تنعكس على كيف يمكن تتبدد هذه الهواجس؟ تتبدد بعدم عزل أحد داخل الحكومة وبعدم الإخضاع كل القرارات لمنطق التصويت، يعني في قرارات بدت تلتين وزيادة وهي القرارات الأساسية والمصيرية، وفي القرارات اليومية ومتعلقة بالمراسيم وهموم الناس وشو بدهم الناس، هذه بدها نص زائد واحد، ولكن يعني تكون منطق التفاهم هو الغالب وليس منطق الغلبة والإخضاع أو منطق الإملاء والشروط والشروط المضادة أو الكيدية والكيدية المضادة، مع العلم أنه هذا صار جزء من السقف السياسي اللبناني ما فيك غيره، تعودنا يعني السقف السياسي اللبناني توارثت قبل الحرب، كانوا أنيقين أكثر، يعني قبل الحرب كان في أناقة بالتخاطب أكثر، كان في أناقة بالمطالبة، كانوا يستحوا شوي، يعني هلأ يبدو اللعب كله صاير على المكشوف، مش بس بلبنان بالعالم كله، يعني كله اللعب على المكشوف. رح أوصل للعب بالملف السوري خصوصا في حلب شو عم بصير اليوم من تحالفات واستراتيجيات جديدة، يعني فلبنان ما بيتغير استاذ مالك إلا لشعبه يتغير، الشعب اللبناني بده يتغير، هو بده يقول أنا هذا بيرجع لك صار لي 100 سنة بنظام طائفي، هذه بترجع للسقافة والتربية، شو قدم لي هذا النظام الطائفي؟ هي بترجع للسقافة والتربية، طيب تراكم ثقافي يعني بده وقت، بده وقت، وهلا المنطقة والحوالي ما بتشجع على اي نظام جديد، هلا نحافظ على حالنا هو اكبر نعمة، نحافظ على اللي نحن فيه، انه الاستقرار نعمة هلا بلبنان. بموضوع يعني قبل ما نوصل لقانون الانتخاب، هذه الحكومة ممكن يكون عندها عقبات قبل من انها تتشكل او تاخذ الثقة، موضوع البيان الوزاري مثلا، رئيس الحريري كان عم بيقول منذ البداية بأنه هو رح يتبنى بيان الحكومة السابقة، رئيس تمام سلام، رئيس تمام سلام، وبالتالي ما بعتقد يعني رح يكون في مشكل. الكل بدهم يمشوا الأمور. هلأ كل واحد بده يجرب، لأنه في انتخابات بده يجرب قدر الإمكان يعني يبني على أنه في انتخابات، بده ياخذ وزارات خدماتية وبده يعمل خطاب سياسي عالي السقف، ان شاء الله ما يأثر على الحكومة هيدا، بس كل الشبيبة يعني انا باستثناء حزب الله وحركة امل كلهم بدهم يعلوا بالخطاب السياسي بالمرحلة المقبلة، سوريا وغير سوريا، يعني مش بس خطاب سياسي حتى بالمطالبات، يعني تهم حتى الرئيس بري بأنه عم بيعلي السقف بمطالبته الحفاظ على حقيبة لصديقه وحليفه الوزير فرنجي، لا شو عم بيعلي السقف، بالعكس يعني الرئيس بري تنازل مثل ما عمل تنازل وقت الوزير فيصل كرامي، كان في 5 وزراء شيعة و6 وزراء سنة وعمل سابقة أنا ذاك يعني بعتقد، واليوم نفس الشيء، يعني هو تخلى عن الأشغال لمصلحة حليفه وأخذ وزارة 5 بـ7 عمليا، يعني وزارة العمل مش رح تكون إذا أخذها، يعني منا وزارة عظيمة، يعني هذا صديقنا الأستاذ سجعان أزي تعذب كتير وجرب يصلح، كمان في مشاكل وفي بيروقراطية، وين ما كان في مشاكل، وين ما كان في مشاكل مش بس لا الرئيس بري كان من عوامل تسهيل الحكومة، بس قلت لك بالاستراتيجية هو احطه بالوزير سليمان فرنجي لحماية زعامة مسيحية من انها تروح امام تسونامي قوات تيار، هيدا بالسياسة ضمن مشروع. اي قانون، ضمن اي قانون ممكن يكون فعليا تحالف القوات والتيار الوطني الحر تسونامي؟ 60 قانون 60 بيكونوا تسونامي، هن اكترية بالشارع المسيحي نسبي. حتى لنقول بصغرتها موجودين يعني. وسمعت انه تواصلوا مع بيت معوض وعلى اساس يعني انعمل انتخابات بوجه سليمان فوق،
فهمت ايضا انه الوزير الاستاذ ميشيل معوض رفض وهو مصر على التحالف، وانا بهنيه على هذا الشيء لانه عم بشوف لبعيد عمليا في محدلة، يعني قوات تيار ممكن زعامات محلية او زعامات باقضية مثل صغارتا ومثل البترون وغيرها معقول يروحوا امام هذا التفاهم، يعني هذا الثنائي، فبدهم يحموا حالهم. بس لذلك النسبية رح نلحق قبل بتحصن الكل، رح نلحق قبل شباط نعمل قانون، ما في مشكلة يعني شو. نحن عشرة شباط هي القصة قصة المهل، هلأ صارت لعبة المهل، عشرة شباط يعني. عشرة شباط آخر مهلة وإلا يصبح الستين نافذا، أو بدهم يأجلوا الانتخابات شوي بس ما قال الرئيس بري لا تؤجل الانتخابات إلا إذا أقرينا قانون وبدنا مهل. الرئيس بري ما حيمشي بالستين كمان، وأنا سألته حيعمل مشكل عليه، ما حيمشي بالستين، بالنسبة له الستين هو إعادة إنتاج نفس الأزمات الماضية ونفس الطبقة السياسية وأيضا النسبية بتحرر الحياة السياسية وبتسمح تتيح بتنويع الوجوه. إيه بس كمان المستقبل رافض النسبية بالمطلق، النسبية الكاملة رافضت. لا هلا في تخريجي بعتقد تخريجي نص نص، بس النسبية 64 أكثر 64 نسبة أو 60-68 مع التأهل ضمن القضاء، يعني ضمن المحافظة اللي بتخليك تترشح على القضاء أو العكس ما بعرف. بس بهيدا الموضوع كمان حكي كتير عن عراقيل ممكن تكون بالداخل، يعني منطقة فيها 10 نواب، رح في منطقة بالتقسيمات بالمشاريع المقدمة وتحديدا مشروع الرئيس بري كتير غمز من قناته التيار الوطني الحر انه منطقة فيها 10 نواب حاطت 8 نسبة 2 اكتري، ومنطقة فيها 10 نواب حاطت 6 بـ4. مين القانون الرئيس بري؟ ايه؟ هلأ فيهم يشتغلوا بإعادة توزيع الدوائر يعني، ولكن هو اللي يعني اللي طرحه نصف اكتري نصف نسبة عدد مقاعد مجلس النواب، يعني 64 بنجيبهم بالأكثر و64 بنجيبهم بالنسبة. في وجهة نظر انه اللي بيخسرون هم بيجيبوهم من تاني ميلي، هلأ هيدي بدها يعني لوائح مكتملة وتعملها القوى السياسية لتقدر تنافس. يعني اذا حدا بده ينافس حزب الله وحركة امل بجنوب لنقول بده يعمل لوائح مكتملة وبده يجيب ارقام ليقدر ينجح وينافس على النسبية، وبتيح ايضا يعني كمان صعود وجوه جديده بباقي الطوائف. صحيح. عند السنه ببطل في احاديه المستقبل وحلفائه، وعند المسيحيين يعني بيصير في امكانيه الواحد يعمل نائب على البرنامج وليس على التحريض المذهبي مش على الموقف السياسي او على الشغل على غرائز الناس يعني. إذا وأنا شايف لك أستاذ مالك يعني في ناس هيك عم بيجربوا يقولوا إنه الشعب اللبناني أمي، يعني الشعب اللبناني إذا بدي أنهي هذا الملف هل في أمل إنه نغير قانون أم رح يخدونا على الستين؟ الشعب اللبناني ما بينتخب بالبرازيل وبأوروبا وبأمريكا عن نسبية بلا. إنه اللبنانيين اللي معهم جنسية أو اللي عايشين برا يعني كيف عارفوا إيه؟ عم بيجيبوهم بالطيارات الانتخابات هوني بالطيارات عم يبعثوا لهم آخر يعلمون عن نسبية آخر انتخابات إيه بالجو مضيفات خلينا يعني نعلم المضيفات نفس الإشارات اللي إلها علاقة بالطيران. لا القرار السياسي لازم يكون صار متخذ عم ينضج باتجاه نسبي. حزب الله صار واضح موقفه من كلام سماحة السيد مؤخرا، الرئيس بري رافض، الرئيس بري رافض الستين مش حيمشيها جنرال عون اساسا كان ضد الستين، جنرال عون ايضا اساسا كان ضد يعني الستين. حسب ما سمعنا الوزير جبران باسيل حكي مؤخرا بعد تكتل وقال نحن بنتقاطع مع حركة أمل على قانون انتخابي نسبي، هذا كلام جيد. والقوات اللبنانية والمستقبل والتقدم الاشتراكي مقدمين قانون على أساس نسبي 68-60 بس كمان في تزاكي هيدا القانون، يعني هذا هو اللي فيه شوية تزاكي يعني. كمان 68-60 يعني اللي بتخسروا من هاي الجيبة بتجيبهم بهاي الجيبة يعني، بس انه بالنهاية عم الأفضل نسبية. والحل الفعلي انه نروح على نسبية كاملة هيك بصيروا لنقول 8 أزار حزب و14 أزار حزب، وعلى مستوى كل لبنان نبقى نحن شو عاملين محافظين على المناصفة وعلى القيد المذهبي،
يعني بصير يعني محافظين على نصف مسيحيين وعلى انه موارنة وكاثوليك وارثوذكس بروتستانت وبنفس الوقت بتكون امنت تمثيل حقيقي وعادل على القليل نص النواب، تمثيل افقي وليس عمودي من فوق لتحت، تمثيل افقي لكل الوجوه اللي ممكن. يعني عمليا كل طرف من الافرقاء السياسيين بيخسر بين 2-4-5 نواب، بس نحن على المدى البعيد نكون عم نربح لبنان، نكون عم نربح بلد، نربح 64 نايب على اساس نسبي، وبنكون عم نأسس لبلد مستقر على المدى البعيد. مش كل 4 سنين ما نتخانق على قانون الانتخاب، وكل 4 سنين ما نتخانق على جلسات انتخاب رئاسة الجمهورية وعلى النصاب وعلى غيره وغيره. لذلك في جملة من الأمور اللي صارت بالعشر سنوات الأخيرة هاي بتتغير بقانون انتخاب على أساس نسبي، بيغير مجلس النواب، بتتغير على أساس الاستقرار السياسي. طيب، بس يصير في استقرار سياسي والتزام بالمهل والآليات. يعني انت بس يكون عندك قانون انتخابي خلص عارفه انت من قبل 4 سنين، من قبل 4 سنين عارف شو هو القانون، بتصير تشتغل على أساسه، وبالتالي عندك استقرار سياسي وعندك آلية منتظمة بالعمل السياسي. هذا يعني لبنان بحسب ما أشرت حضرتك يتجه نحو الاستقرار. ماذا عن سوريا؟ اليوم بعد معركة حلب، اليوم صباحا من امبارح بالليل اليوم صباح التلفزيون السوري أعلن انتهاء معركة حلب تقريبا والسيطرة على كل الأحياء بالمنطقة الشرقية. بس كمان إذا بدي هيك روح أبعد بالنقاط الدقيقة، ما تركوا له مجال للسوري يفرح. بشو؟ أخذوا تدمر. شو أهمية تدمر قدام حلب؟ تدمر منطقة معزولة وعليها خط إمداد من دير الزور من الرقة. تدمر يعني اسمح لي بس ايه؟ هاي تدمر هون في باتجاه الشرق، صحيح، دير الزور باتجاه الغرب، شمال يعني شمال الشرق، شمال الغرب شوي للرقة، صح. وبالتالي في تقارير موجودة عند الأجهزة الاستخبارية توقف نشاط التحالف الدولي فوق الرقة ودير الزور ب 48 ساعة الماضي، مما يعني ترك الداعش تجي تهاجم المدينة. الحامية تبع المدينة بدها تخفف خسائر لانه عندها خط امداد داعش. لكن الطيران الروسي غايب كمان. هلا هيدي عند الروس السؤال يعني، ولكن بالمقابل يعني مساله التدمر معزوله بتشكل، فينا نقراها معزوله وفينا نقراها نقطه وصل ما بين يعني بس على باب تشبه يعني على علاقه عباب حمص. إيه بس ما بتشبه حلب وحجم حلب. حلب تاني مدينه. ايه بس حلب اليوم اذا بدنا نحكي بالاستراتيجيا وبالجغرافيا، الجيش السوري سيطر على مدينه حلب اللي هي 9% من المحافظه. لا هو مسيطر على الأرياف، موجود يعني واصل لنبل والزهراء، موجود عنده في بازل بقلب الأرياف الشمالية والشمالية الغربية، كثير مشاربة. ايه وهلأ هذا اللي رح يبدأ بالمرحلة المقبلة. ماذا يعني يعني عودة حلب إلى يد الجيش السوري؟ أولا عودة حلب إلى يد الجيش السوري تعني سقوط منطق التقسيم، أنه سوريا موحدة وليس هنالك سوريا الشمالية وسوريا الجنوبية كما كانوا يريدون، وكما طرح دمستورة وقت اللي حكي عن حلب الشرقية وحلب الغربية كان عم ينشغل على انه هذا الامر الواقع يستمر ليصير لاحقا دولة. سقط التقسيم بعودة حلب، سقط مزاعم الفرز الديموغرافي انه والله السنة اللي عم مضطهدين والعلوية وغيره اللي عم بيقاتلوا بحلب الان هم ابناء حلب. لو تليفوناتي معي بالسيارة الضباط والعناصر جزء منهم عم بيعطولي صورهم، هم حلبيون من حلب بين مزدوجين سنة، ما بحب احكي باللغة يعني، وهم من اهل حلب السنة الذين هجروا اهلهم من حلب بعد ما اجتيحت بتموز 2012 اجتيحت وجرى اعدامات ميدانية لآل بري وغير آل بري من الموالين للنظام وعشائر، وهربوا وراحوا سكنوا بمناطق تحت سيطرة الدولة. الآن أهل حلب عم يرجعوا على حلب. 5 مليون بحلب، فيهم 1 مليون مسيحي وأقليات و4 مليون سني، 95% منهم مع الدولة هول، وعوقبت حلب لأنها ما خرجت ضد النظام. ما طلع مظاهرة بحلب، ايه هي كانت آخر مدينة بتتحرك ضد النظام، بس لا ما طلع مظاهرة يعتد فيها، طلع 200 ولد هون و200 شاب هون، ما طلع مظاهرات يعتد فيها. فلذلك قام الأرياف التي لديها حقد تاريخي على المدينة
هاجموا المدينة ودمروها كما هاجم المغول حلب ذات يوم يعني. إيه؟ بالطبيعة وبالتالي اليوم يجري إعادة تحرير حلب وتوحيد سوريا مجددا. بس عم ينحكى كتير باستعادة المدينة الثانية من حيث عدد السكان، العاصمة الاقتصادية. انت صار عندك هلأ يعني مسيطر على 70% من الأماكن المأهولة بقلب سوريا، بيقولوا لسوريا المفيدة. كل سوريا مفيدة بالنسبة للدولة. هي فعليا هيدا التوصيف الجغرافي للمناطق المأهولة. هذا التوصيف عملوه الفرنسيين وقت ثورة سلطان باشا الأطرش 1925. عمل ثورة وقت اللي راح أدهم خنجر لعنده، اجوا الفرنسيين اعتقلوه من البيت. صاروا يقولوا الفرنسيين لما بتتمرد محافظة مثل السويدة على المركز، أو بتتمرد محافظة لدقيق، كانت لدقيق في عندها نزعات ما بدهم يكونوا مع المركز مع الشام، يقولوا الفرنسيين نحن بهمنا الشرعية، يعني بهمنا سوريا المفيدة، المفيدة لفرنسا. أما سوريا المفيدة لشعبها ولدولتها اليوم هي كل سوريا، والقرار متخذ باستعادة كل سوريا. هلأ صدر موقف من باريس، ما بعرف إذا عن رئاسة ولا بشي، بس أنه بما معنى باريس تتحدث عن أن الفظائع التي ارتكبت في شرق حلب تظهر الحاجة لوقف عاجل للنار. في أكثر من طرف عم يحكي عن فظائع، عن مجازر ارتكبت، عن هيك شيء. يعني كلام غير موثق، كلام إعلامي. جوبان كان وزير خارجية ألان جوبان اللي سقط بوجه فيون، كان وزير خارجية ساركوزي وقت اللي بلشت الأزمة، بمقال له بالليموند بتموز 2012 أو 2013، بيقول مقال بيقول نحن بنينا مواقفنا من الأزمة السورية على تقارير دبلوماسية وأمنية كاذبة. حتى صور وزير خارجية عم بيقول نحن بنينا موقفنا من الأزمة السورية على تقارير دبلوماسية وأمنية كاذبة. ما قبله كل شو اللي بيمنع أن تكون هذه التقارير اللي عم تحكي عنها هلأ باريس؟ المرصد السوري بعدين يبعثوا الجيش الفرنسي لشو؟ المرصد السوري يتحدث الآن عن مئات الجثث تحت الأنقاض في حلب. يبعثوا الجيش الفرنسي الفرنسيين لشوف شو هالنكتة هيدي؟ شو هالغرب هيدا اللي قاعد عم يضحك على شعوبه؟ قلنا لهم فيكم ما فيكم تعملوا بقرة للإرهاب بحلب. أنا بيجوا لعندي صحفيين أجانب بيزوروني على اعتبار بيجوا بيتقصوا بيجربوا يفهموا من خلالنا شو في بالمنطقة وبالبلد. قلت لهم ما فيكم تبنوا قاعدة للإرهاب على بعد 1000 كيلومتر من أوروبا بحلب وما تتوقعوا يرتد عليكم. اللي عم بيصير بباريس واللي صار هو من سياسات باريس وفرنسا وساركوزي، وهلا هيدا رئيس الجمهورية هولندا ووزيره اليهودي الوزير الخارجية تبعه، هاي السياسات اللي عم ادت الى ارتداد داعش الى اوروبا. وهلا خليهم يجهزوا حالهم ايضا، في موجات نزوح عم بيجهزها اردوغان على اوروبا وراح يكون في بيناتهم متسللين. سوريا حاجي غطوا راسهم بالرمل، حاجي ينكروا الواقع. طب سوريا انكار الواقع لا يفيد الحكومات الاوروبيه ويضر بالشعوب الغربيه. سوريا الى اين؟ سوريا الى استعاده المدن الكبرى. هلا اخذوا وعزل الارهابيين بالارياف تمهيدا لامرين، اما استيعابهم بمصالحات وتسويات ودفع زخم العمليه السياسيه، واما القضاء عليهم. وانا شايف لك ادلب صارت عم بتصير مثل مكب الناعمه، يعني مع احترامنا ل اهالي الناعمه ادلب عم بينكب فيها، عم يتجمع فيها كل الارهابيين تمهيدا لضربهم، يعني لضربهم أو لتسوية أوضاع اللي بده يستسلم منهم. وفي حوالي 25-30 ألف مقاتل أجنبي الآن بسوريا، هو هن المشكلة الفعلية. وفي تقارير عم تحكي عن 80 ألف. صحيح. أنا بدي يكون يعني أقرب للمنطق وروح على تقارير منظمات محايدة. شو بتقول؟ مثل الانترناشنال كرايسيس جروب أو غيرهم، يعني بتقول في حوالي 40 ألف، 35-40 ألف. هودي وين جيش هو بين تدمر، بين الرقة وبين إدلب. بين إدلب يعني هودي عم تحكي غير داعش، يعني عم تحكي عن الأجانب الموجودين من الإيغور تبع الصين، من الشيشان، من القوقاز، من التركمانستان. طيب ما كمان هن بيحكوا عن من السعوديين، هن كمان بيحكوا عن أجانب كمان مع النظام.
من كوكازيين ومن إيرانيين كل القوى اللي عم تقاتل إلى جانب الدولة عم تقاتل إلى جانب الدولة بشكل شرعي بطلب من الحكومة الرسمية السورية. سوريا إلى أو بالأحرى هذا آخر سؤال لأنه بدي أختم، البندقية السورية إلى أين ستتجه بعد حلب؟ أنا بتقديري في الباب، معركة الباب أساسية لتحصين، أخذوها الأتراك لتحصين أنت، ما أخذوها بعد داعش بقلبها بس على محيطينها، نحن ويون سبق على الباب وبعد منا حنروح شمال غرب يعني باتجاه جسر الشهور، إدلب. وهنالك أيضا سعي لتحصين واستعادة المناطق الزراعية بريف حماة الشمالي والشمال الغربي وريف حلب، لمحاولة أيضا تحصين حلب والاستفادة من الأراضي الزراعية، لأن سوريا عندها مشكل، بلش يصير عندها مشكل بالزراعة وبالقمح وبهاي الأمور، فهن معنيين باستعادة مناطق ليزرعوها يرجعوا توقف الدولة على إجرها يعني. نحن لهون بنتهي وقت حلقتنا، شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب السياسي استاذ غسان جواد، وان كان السير عرقلنا اليوم شكرا على هذه المعطيات اللي حكيناها، وعلى امل اللقاء القريب بك في حلقات مقبله لمزيد من القراءه في الاحداث والتطورات، ان شاء الله ما بتكون عم تشتت من غير القراءات. مشاهدينا الموعد بيتجدد غدا 10 صباحا بحلقه جديده من نهاركم سعيد، حتى ذلك الحين بقيه نهار بتمنى هذا لكم على الطرقات، شكرا والى اللقاء.